السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا ويهم عدد كبير من الشباب، لأنه بيتعلق بالخدمة العسكرية. موضوعنا النهاردة عن التخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة وطريقة حل المشكلة. وفي الحقيقة احنا كنا ناقشنا هذا الأمر من أكتر من سنة فاتت أول ما تم إنشاء القناة، ولكن النهاردة إن شاء الله هنناقش الموضوع بشكل أسهل وأبسط بكتير. طبعا الفيديوهات اللي فاتت الخاصة بهذا الأمر كان فيها بعض المشاكل الخاصة بالصوت، لكن خلينا نبدأ مع بعض النهاردة والموضوع هيكون أسهل كتير إن شاء الله. وفي البداية خلينا نعرف ما هو الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة. مبدئيا وبكل اختصار لازم كل الشباب يعرفوا ان بعد انهاء فترة تجنيدهم في القوات المسلحة يتم نقلهم الى القوات الاحتياطية، وتكون فترة الاحتياط مدة 9 سنوات بعد انهاء الخدمة العسكرية. يعني بمجرد الشاب ما بيخلص جيش او بيخلص خدمة عسكرية بيتم نقله للقوات الاحتياطية، وبيفضل على قوة القوات الاحتياطية لمدة 9 سنوات بعد انتهاء فترة التجنيد. وفي خلال هذه الفترة الاحتياطية التسع سنوات من حق القوات المسلحة ان هي تبعت له استدعاء ويرجع تاني مرة اخرى للقوات المسلحة في مدة اقصاها 8 اسابيع. وبكده احنا عرفنا ما هو الاستدعاء الخاص بالقوات المسلحة. طيب خلينا نعرف دلوقتي ما هي اسباب الاستدعاء نفسها. واسباب الاستدعاء طبقا لقانون الخدمة العسكرية الخاص بالقوات المسلحة هم ثلاثة اسباب. السبب الاول هو قياس الحالة والكفاءة التدريبية بالنسبة للجنود والضباط، والسبب الثاني في حالة الاستعداد للحرب، والسبب الثالث في حالة الامر الاداري لاكتمال رواتب الوحدات او اكتمال الوحدات بشكل قانوني. ودي بتكون اسباب الاستدعاء طبقا لنص المادة 28 من قانون الخدمة العسكرية. طيب كده احنا عرفنا اسباب الاستدعاء الخاص بالقوات المسلحة. طيب ما هي مدة الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة؟ وطبقا للمادة 28 من قانون الخدمة العسكرية تكون مدة الاستدعاء هي 8 اسابيع فقط لا غير. يعني بكل بساطة في حالة استدعائك في فترة الاحتياط تكون مدة الخدمة الخاصة بيك 8 اسابيع فقط، ولكن العرف والمتعرف عليه ان بيكون مدة الخدمة اسبوعين فقط، وذلك في حالة الاستدعاء، علشان ما حدش يقلق من الموضوع ده. 90% او 99% من اي شخص او اي جندي بيتم استدعائه في فترة الاحتياط بتكون مدة الخدمة اسبوعين فقط، ده طبعا متعرف عليه، لكن قانون العسكري بيقول ان هم 8 اسابيع، يعني ممكن الاسبوعين يبقوا 3 او 4 او 5 وهكذا. طيب خلينا نعرف اهم حالات التخلف عن الاستدعاء الخاصة بالقوات المسلحة، وهل لو حضرتك تخلفت عن هذه الاسباب هيكون عليك عقوبة ولا لا. اهم واشهر حالات للتخلف عن الاستدعاء الخاص بالقوات المسلحة هم حالتين. الحالة الاولى هي نقل محل اقامتك، وفي حالة نقل محل اقامتك وعدم ابلاغ منطقة التجنيد بعنوانك الجديد ويتم اعلانك للاستدعاء عن طريق عنوانك القديم، في الحالة دي حضرتك تعتبر اعلنت رسميا، ولو ما سلمتش نفسك في الميعاد المخصص لحضرتك للاستدعاء تعتبر متخلف عن الاستدعاء الخاص بالقوات المسلحة ويطبق عليك القانون العسكري بالحبس والغرامة. والحالة الثانية للتخلف عن الاستدعاء هي وجودك خارج البلاد، يعني ممكن تكون حضرتك نقلت محل اقامتك تماما خارج جمهورية مصر العربية بتشتغل او عايش هناك. في الحالة دي مش هيكون عليك اي عقوبة، لان بعد حضرتك ما بترجع علشان يتعمل لك المحاكمة وتنهي موقفك الخاص بالتخلف عن الاستدعاء بتجيب شهادة تحركات من مصلحة الجوازات بتفيد ان انت كنت خارج جمهورية مصر العربية. في الحالة دي حضرتك بتاخد براءة. والحالتين دول يعتبروا اشهر حالات التخلف عن الاستدعاء. طيب كده تقريبا احنا عرفنا كل حاجة خاصة بالتخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة. طيب ازاي اقدر احل مشكلة التخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة؟ والموضوع سهل جدا وبكل بساطة. حضرتك بتروح لمنطقة التجنيد التابع لها، وهناك بتقول لهم وبتبلغهم ان انت متخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة. بيودوك مكتب التحقيقات، وهناك بتستلم الدوسيه الخاص بالتخلف عن الاستدعاء، وبيقابلك الضابط وبيبدا يعمل معاك تحقيق روتيني جدا واسئله روتينيه جدا، ما جيتش ليه، سبب التخلف وهكذا. وبعد كده بيتم ابلاغك بميعاد جلسه المحاكمه الخاصه بحضرتك، وبعد كده حضرتك بتروح في ميعاد الجلسه الخاصه بيك وتاكد ان انت معاك فلوس كفايه علشان تقدر تدفع الغرامه وتخرج على طول. وده طبعا لان طبقا للقانون العسكري فعقوبه التخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحه هي الحبس والغرامه 200 جنيه او احدى هاتين العقوبتين، ولكن المتعارف عليه ان العقوبه بتكون الغرامه طبعا حرصا على مصلحه الشاب، ولكن لازم تبقى عارف ان القاضي العسكري بيكون من حقه اي شيء، يعني يقدر يطبق عليك القانون ويقدر يحبسك، ولكن دايما هو بيكون حريص على مصلحه الشاب فما بيرضاش يحبسه وبيطبق عليه الغرامه، فلازم تتاكد ان انت معاك الفلوس علشان تقدر تدفع الغرامه وتخرج على طول. وبعد كده حضرتك بتستلم ما يفيد انهاء مشكلة التخلف عن الاستدعاء، وكده الموضوع خلاص خلص، وتقدر ان انت يعني تسافر او تقدر ان انت تقدمها في الشغل بتاعك، وكده الموضوع انتهى تماما. وبكده نكون اتكلمنا في كل حاجة تخص الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة وعرفنا ازاي نحل المشكلة. طيب خلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل فترة الاستدعاء بالنسبة للجنود او المجندين اللي هي 9 سنوات هي هياها بالنسبة للضباط الاحتياط؟ خلينا نعرف مع بعض. وفي الحقيقة الإجابة لا،
بالنسبة للضباط الاحتياط بتكون فترة الاحتياط بالنسبة لهم أكبر من فترة المجندين، يعني المجندين 9 سنوات، لكن الضباط الاحتياط بتكون الفترة أطول شوية. يعني بالنسبة للضابط اللي بيخرج من الخدمة ملازم أول بتكون فترة الاحتياط بتاعته حتى بلوغ سن 46 سنة، وبالنسبة للضابط الاحتياط اللي بيخرج على رتبة نقيب بتكون فترة الاحتياط بتاعته حتى بلوغ سن 48 سنة. أما بالنسبة للضابط الاحتياط اللي بيخرج من خدمة على رتبة رائد بتكون فترة الخدمة الاحتياطية بتاعته حتى بلوغ سن 50 سنة. ودي كانت فترة الاحتياط بالنسبة للضباط الاحتياط. وبكده أكون شرحت كل حاجة تتعلق بالتخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة وطريقة حل المشكلة. واللي نقدر نفهمه من هذا الأمر إن مشكلة التخلف عن الاستدعاء حلها يعتبر من أبسط وأسهل الطرق للحل، وبعد ما هتحل مشكلتك هتقدر تاخد ما يفيد حل المشكلة وتقدمه لأي جهة أنت عايزها، سواء كانت الشغل أو السفر أو أي حاجة. فبالنسبة لك ما تسيبش الموضوع بالطريقة دي، لأن أنت تقدر تحله بكل سهولة، ما يكونش عندك أي قضية أو أي موقف معلق. وفي النهاية أتمنى الموضوع يكون وصل لكل الشباب، وأتمنى ليهم التوفيق جميعا إن شاء الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.